وقال إمامه وجهن لكل واحد واحد، فحاسب نفسك لنفسك. يعني لما تحاسب نفسك مش لحساب الآخرين، لما تحاسب نفسك تفهم ماذا عملت وماذا تركت، لما تحاسب نفسك تستطيع على أنك تميز بين الطاعة وبين المعصية، تستطيع تحسب حساب التوبة وحساب المستقبل. فحاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك. يعني يقول أنت حاسب نفسك لحسابك أنت، لا تقعد تحاسب فلان شو عمل وفلان شو عمل، لأنه غيرك في حدا بيحاسبه، لكن أنت بدك تحاسب نفسك. وهذا هو الشيء يا أحبة اللي لازم نعيشه، لازم أن يكون كل جهدنا وكل عملنا أن يرضى الله عنا، لأنه لو الدنيا كلها رضت عنا والله ما كان راضي ما إلها قيمة، لأن كل الناس بتموت يبقى الله. رضاه هو الرضا وسخطه هو السخط. لازم نفتح قلوبنا لله، لازم خصوصا في هالأوضاع اللي نعيشها الذي يكثر فيها الفسق والفجور، وتكثر فيها كل الأجواء التي تبعد الناس عن الله. لازم يا جماعة كل يوم إنسان يحاول يغسل قلبه، يغسل عقله، يغسل كل حياته حتى تكون طاهرة. ما يكفي ترى بس تتوضأ وجهك وإيديك وتمسح راسك ورجليك، خل تتوضأ إيدك بماء التقوى حتى ما تمتد لحرام. خلي يتوضأ وجهك بماء التقوى حتى ما ينظر إلى حرام. خلي يتوضأ راسك بفكر التقوى حتى راسك ما بفكر بحرام وباطل، وهيك برجليك. هذا اللي بفيد وهذا اللي بيبقى، والدنيا ماشية مثل ما مشى غيرنا بدنا نمشي، ومثل ما نزل غيرنا بالقبر بده ننزل، ومثل ما تحاسب غيرنا بدنا نتحاسب. والدنيا فرصة لتقول بكرة وبعد بكرة، لأنك مش عارف شو يجي بكرة هذا.